بالنسبة لقانون المحاماة في البداية، أنا بهنئ جميع السادة المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية بصدور هذا القانون لما فيه من بنود تفيد المحامين في المرحلة القادمة. أهم ما جاء بالقانون تفعيل دور حصانة المحامي بالنسبة لأداء مهنته داخل المحاكم وداخل مناطق محاضر جمع الاستدلالات والنيابات، أيضا فيما يتعلق بموضوع التنقية وتقنين دور التنقية. لما للتنقية من دور مهم في نقابة المحامين من حيث الاجتماعي ومن حيث المهني ومن حيث المادي. أيضا القانون تطرق إلى معهد المحاماة وأكاديمية المحاماة، وأصبح أن لابد أن يكون المحامي خلفية قانونية قبل ممارسة العمل، خاصة أن كلية الحقوق لا تفرز مادة علمية ممكن للمحامي أن يستفيد بها في مهنة المحاماة. أيضا فيما يتعلق بقانون المحاماة، جميع البنود التي جاء به تتعلق بمهنة المحامين وخدمة السادة المحامين في الفترة المقبلة، فأنا بوجه شكر للسادة المحامين على هذا القانون، وإن شاء الله يكون بادرة خير للمحامين في الفترة القادمة.